يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول فتاة قبل زواجها أهدي لها مال فأعطي لأمها فتصرفت فيه الأم وأنفقته، فهل يجوز لها ذلك؟ لا، ما يجوز لها هذا للبنت، لا يجوز لها الأم تصرف فيه إلا بإذن البنت. نعم، يقول إنما فضيلة الأب، الأب هو اللي له أنه يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، هذا للوالد خاص. نعم.